نروح بقى لبدايه فقراتنا، راجعين لكم بشكل مختلف شويه. معانا اول الفقرات بعين تانية. دايما الاحداث اللي قدامنا على الساحه هنحاول نشوفها بشكل مختلف، بعين تانية، مش شرط تكون عيننا احنا بس، بعين تانية حتى ممكن تكون عين طرف تاني شاف الامور بشكل غير اي حد، وده اللي عمله كابتن مجدي عبد الغني اللي مع التعاقد مع بيتسو موسيماني المدرب اللي كان التعاقد معاه له اسباب محدده وواضحه ان شاء الله يكون اهل لها. كابتن مجدي عبد الغني فاجأ الجميع برأي مختلف خالص قبل ما الراجل يشتغل، بمقدمات غريبة وبأحكام مسبقة لازم نقف عندها بعين تانية. نطلع ونشوف الفيديو أسامة. نطلع نشوف. التدريب بخت، خد بالك اوعى تفتكر يعني انت عايز تقول ان موسيماني متقدم على مدربي شمال افريقيا، ما كانش حد، ده لسه جنوب افريقيا داخله في الكوره ما بقالهاش، تروح تجيب مدرب من جنوب افريقيا؟ انا مش احنا ما وصلناش، ما وصلتش بينا الدرجه ان احنا نجيب مدرب من جنوب افريقيا ونقول اجنبي. هي سان داونز طول عمرها بطله الدوري قبل بوكاماني وبعد الدوري ثلاث مرات، وبقاله اربع سنين ما بياخدش بطوله افريقيا. احنا ما بننتقدش النادي الاهلي، احنا بننتقد اللي بيدير النادي. النادي الاهلي ده هو الكيان بتاعنا كلنا، احنا ما بننتقدش، بننتقد الافراد اللي حطوا نفسهم في المسؤوليه. يعني انت عايز تعمل غلط ونقول لك برافو، ايه ده؟ هو ده الصح؟ هو الكيان بتاعنا كلنا وده شيء مؤكد، بس اعتقد اللي بيكون حريص على الكيان مستحيل يعمل كده. يا كابتن مجدي مش هنرد لاي امور شخصيه ولا اهواء، اللي حضرتك بتقوله حب نسبي، انت ممكن شايف انك بتحب النادي الاهلي، هنرد عليك في حقائق. هل اللي انت قلته ده معطيات صح ادت لنتيجه صح، ولا في حاجات كتير جدا مغالطات يا اسامه؟ انا بتفق معاك يا فارس، لان احنا كمان مش عايزين نلجا ان فكره ان احنا نفكر الكابتن مجدي بحاجات اتربينا عليها جوه النادي الاهلي. وطبعا كابتن ثابت البطل كان اتكلم فيها ان انت لو حابب بالفعل تنتقد الموجودين تعالى جوه النادي وانتقد، لكن في النهايه احنا ناخد المعلومه. هل كابتن مجدي عبد الغني كان عنده المعلومه الكافيه هو بينتقد تعاقد النادي الاهلي وشايف ان هو صح في فكره الانتقاد دي لبيتسو موسيماني؟ لازم نرجع نشوف اصلا مين بيتسو موسيماني وايه هي انجازاته وايه هي بطولاته، وهل الراجل ده عنده بالفعل سي في يؤهله ان هو يكون مرشح لقياده النادي الاهلي او لقياده المسؤوليه الفنيه للنادي الاهلي.